أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلنت غرفة عمليات البنيان المرصوص في سوريا عن إحباط محاولة تقدم لقوات الأسد والميليشيات الموالية له في مدينة درعا وتدمير دبابتين ضمن معركة الموت ولا المذلة. كما تمكنت فصائل المعارضة من إصابة طائرتين مروحيتين بمضادات الطيران واستهداف بقذائف الهاون رتلا لميليشيات موالية للأسد كان متجها إلى مدينة درعا. قال قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الأمير رشيد إن قطعات الفرقة 15 حررت قرى شيخ قرة وطيشة العطشانة والشهداء والعزيزية والموالي شرق ناحية المحلبية في مدينة الموصل العراقية. كما أكدت الشرطة الاتحادية أن قواتها تتقدم باتجاه حي النوري آخر معاقل داعش في غرب الموصل. قتل 17 فردا من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في ضربات جوية لطائرات قوات التحالف العربي استهدفت مواقعهم في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة. قال مصدر بالمقاومة الجنوبية إن الضربات الجوية أسفرت عن تدمير طقم يحمل مضاد طيران من عيار 23 وقتل من كان فيه من الميليشيا في جبل قرنصوفة. قد أعلنت الشرطة الألمانية اليوم إصابة عدد من الأشخاص جراء إطلاق نار بمحطة مترو أنفاق في إحدى ضواحي مدينة ميونخ فيما جرى توقيف شخص. قال الناطق باسم شرطة ميونخ أن الحادثة وقع عندما كانت الشرطة تقوم بعملية تفتيش في محطة مترو أنفاق، لكنه لم يحدد ما إذا كان مصدر الإطلاق هو الشرطة أم المشتبه به. أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو عن القلق البالغ إزاء البرنامج النووي لكوريا الشمالية مؤكدا أنها لم تظهر أي دليل على أنها مستعدة للامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. أكد أمانو عزمه على تعزيز استعداد الوكالة للقيام بدور أساسي في التحقق من البرنامج النووي لكوريا الشمالية قائلا إنه سيقدم معلومات محدثة للمجلس في الوقت المناسب. نجح الإسباني رافائيل نادال في مواصلة مشواره الناجح منذ بداية الموسم بتحقيقه اللقب رقم 15 في البطولات الأربع الكبرى بعد فوزه في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة. وبهذا اللقب فإن نادال فض شراكة مع الأمريكي بيت سابراس لينفرد بالمركز الثاني خلف روجيه فيدرر. أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.